يسلط الضوء على تاريخ طويل من التآمر القطري لزعزعة أمن واستقرار البحرين. تعود البحرين لتصدر نفسها في خانة الهجوم على قطر، نابشة خلافا حدوديا صدرت فيه قرارات دولية وأحكام من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقبلت به الدوحة والمنامة منذ عقود، وأعلن في العام 2001 عن طي صفحته. إلا أن المنامة وعلى عادتها منذ بدء الحصار على قطر تلوي عنق الحقائق وتزور الأحداث بطريقة فجة بخلق ضجة إعلامية سافرة سرعان ما تتبناها وسائل إعلام الحصار الأخرى. وكالة الأنباء البحرينية تنشر تقريرا بعنوان السيادة والحقوق الشرعية حقائق تاريخية. بعد ذلك يسهب التقرير في شرح أربع محاور تدعي فيها المنامة تعرضها لاعتداء على شرعيتها عازفة لحن الصبر على قطر. في المحور الأول من التقرير تعود البحرين إلى الادعاء بأنها خسرت جزءا من كيانها السيادي في بدايات القرن الماضي وفي منتصفه، وإن كان الحديث هنا عن النزاع المعروف حول جزر حوار وفيش الديبل، فإن الدوحة والمنامة توجهتا إلى محكمة العدل الدولية وأصدرت في 16 من آذار مارس من عام 2001 قرارها القاضي بضم جزيرة فيش الديبل إلى قطر وضم جزيرة حوار إلى البحرين، خلافا لادعاء المنامة بأنها تجاوزت الأمر حفاظا على روابط الأخوة التي كانت تقتضي أن يحل الخلاف بالحوار المباشر. أما المحور الثاني من التقرير فيعرج على ادعاءات بحرينية باطلة تم تفنيدها وفضح كذبها منذ بدء الحصار أكثر من مرة، حين سربت المنامة مكالمات لمسؤولين قطريين كانوا مكلفين بالوساطة في أحداث المنامة عام 2011، واستغلتها البحرين في محاولة يائسة لإثبات أن للدوحة يدا في أحداث المنامة التي وقعت بين المعارضة البحرينية والحكومة آنذاك. يحاول التقرير أيضا أن يلصق بدولة قطر تهما لا أساس لها في عودة إلى اسطوانة الأكاذيب التي بدأت مع إعلان الحصار على الدوحة في محاولة واضحة للتعطيل والتشويش على أي جهود للوساطة وحل الأزمة.